لكم مرة تانية من الفاصل، والمرة دي جايبالكوا حاجة حلوة جدا جدا. هي فكرة جديدة وجميلة في نفس الوقت، تقدري تزيني بيها بيتك وتجدديه. الفن ده ظهر في مصر من 3 سنين ومحدش سمع عنه كتير، وهو فن الديكوباج. فأنا النهاردة هعرفكم عن الفن ده أكتر مع ضيفتي اللي منوراني النهاردة، إيمان كمال، مصممة أثاث وإكسسوار منزلي. أهلا بيك يا إيمان. إزاي حضرتك؟ إزيك يا إيمان. إحنا عندنا على فكرة في شغلتنا المخرج نقول إيه؟ هيعمل ديكوباج. ديكوباج ده إيه؟ يعني مثلا يقول الممثل ده يقف يمين، ده يقف شمال، ده يخرج من الباب، ده كده، ده الديكوباج. فعرفينا بقى إيه هو الديكوباج في الديكور. هو إحنا الديكوباج عندنا مختلف شوية. الديكوباج هو فن التزيين بالفرنش. هو ظهر الأول في الصين وبعدين راح لأوروبا في القرن الـ18، وقريب جدا انتشر عندنا في مصر. تمام. هو عبارة عن ان احنا بنجيب قصائص صور ومناديل او صور قديمة وبنلزقها وبنعمل لها يعني شوية تكنيكس، بحيث يعني زي الحاجات اللي احنا شايفينها. استاذ محمد هات لنا الحاجات دي عشان يبقى شرح الأنسة. طيب انا مالي، انا هخرج. انت سمعت كلامي، قولي لنا بقى ايه. احنا بنجدد الفرنتشر بتاعنا او بنجدد القطعه بتاعتنا، العفش، بان احنا بنلزق عليه صور جديده او نجدد الدهان بتاعه ونعمله ديزاين مختلف خالص. كل ده بفن الديكوباج. وطبعا الديكوباج مليان تكنيكس كتيره جدا، وتطور عن زمان كتير قوي قوي، وزاد عليه كمان السكالبتشر بينتينج اللي هو التابلو ده. يعني ده تطور بقى، ان احنا ممكن ننحت ونعمل حاجات وممكن نزود عليها صور ملزوقه، بس ده من غير صور. ده كله فن نحت بس، كلتشر بينتينج، ده كان اخر حاجه نازله مصر يعني. طب الفن ده بقى عندنا في مصر زي ما انا قلت من 3 سنين انتشر قوي. في 3 سنين كان يعني من فتره قبليها مش منتشر خالص ومش معروف. اشمعنى انت بقى دخلتي على حكايه الديكوباج دي؟ انا من زمان كل ما يعني انا بحب الارت قوي، وكنت كل ما اروح بازار الاقي حاجه قطعه جميله جدا ومش عارفه يعني دي ايه، اسال عليه يقول لي ديكوباج. فضل عندي حب استطلاع للديكوباج ده، ايه اعرف ده ايه. فلما قررت بقى ان انا ارجع لهوايتي القديمه، اول حاجه عملتها ان انا دورت على كورس ديكوباج علشان اعرف هو ايه. واول ما خدت الكورس حسيت ان يعني الحياه اختلفت قوي. طب قولي لي ايه الادوات بقى اللي بتستعمليها في يعني مثلا زي الطبق اللي هناك ده يا ايمان؟ الطبق انت حاطه عليه ايه؟ الطبق ده استخدمت فيه طبق خزف عادي ابيض والوان كلاريك او الوان بلاستيك ومناديل. الورد ده مناديل ملزوقه. مناديل ملزوقه. مناديل اللي هي المناديل الورقيه؟ المناديل بتاعتنا. لا والله. يعني تحطيها الاول بعدين تلونيها. ما هي دي ميزه الديكوباج، ان انت من ابسط الحاجات ممكن تطلعي تحفه فنيه مش طبيعيه. بس هو الواحد يا ايمان لازم يبقى عنده ذوق في تركيبه الالوان. صح. في ايه الرسمه اللي موجوده. صح، ودي دراسه كمان. طبعا بندرسها. طبعا. طب الصينيه اللي جنبك دي يا ايمان، دي رسم بقى ولا برضو جزء منها صوره؟ دي صوره ملزوقه. والجزء ده انا مكملاه. هو الفن في الديكوباج انك عمرك ما تعرفي انهي الصوره وانهي التكمله بتاعه الصوره. يعني تحسي ان هي كلها ميه واحده. بالظبط، انا حسيت بكده. وده فن الدمج، احنا برضو بنتعلمه. تدمجي ادمج مع الصوره، ما يكون حضرتك ما تبقيش حاسه ان دي حاجه ملزوقه، لا يمكن تتخيلي ان دي ملزوقه. تحسي ان هي يا اما مرسومه يا اما كلها ملزوقه، بس هي الحقيقه لا، هي ملزوقه لحد جزء معين والباقي كله متكامل. واحنا شايفين علب كمان برضو. دي برضو بالاوراق التوب بتاعها اللي هي الرسمه الاساسيه دي انا برضو بنقيها. هي الفكره برضو ان احنا مع كل قطعه الديزاين بتاعها بيبقى مختلف، اللون بتاعها بيبقى مختلف. طبعا الورقه اللي انا بختارها، حتى في انواع من الورق، في مناديل، في ورق، في رايس بيبر، بستخدم حاجات كتيره جدا بتختلف على حسب القطعه وانا عايزه اطلعها ايه. يعني ده انتيك، الانتيك ده راشن انتيك، ده برضو من حاجات الليتست اللي دخلت مصر وعمل يعني عمل بومينج في الماركت المصري، لانه انتيك فعلا والفكره بتاعته بسيطه وبنتعلمها. يعني بتطلع قطع فعلا تجنن باقل تكلفه.
لا اصل كمان اختيارك للالوان ده مهم جدا يا ايمان على فكره، التناسق اللي ما بين الالوان اللي انت بتحطيها على العلبه او على يعني بصي يعني بصي الطبق ده يعني تناسق الالوان يريح العين لما تشوفيه. هي دي الميزه بقى ما بتفرق ما بين يعني حد وحد. ان هو هل هو بيعرف يدمج الالوان ويعرف يطلع تابلو الفينش بتاعه مظبوط ولا بيحط حاجات قد ملهاش علاقه بيها، فهي دي بتفرق. والادوات اللي انت بتستخدميها يا ايمان بقى في الحاجات دي سهل توفرها؟ جدا، زمان ما كانش متوفر، دلوقتي بقت في صناعه قائمه على الديكوباج، يعني بقت صناعه حقيقيه في مصر، في ورش فاتحه مخصوص للديكوباج الخشب والالوان والفرش وورش نفسها اللي هي تصنيع الفاينل برودكت زي دي. فلا يعني انت تروحي للورشه دي وتقولي لهم انا عايزه الوان كذا والطريقه كذا او الرسمه كذا؟ في دلوقتي في ناس دلوقتي وكلاء لمنتجات خارجيه ووكلاء مصريين موجودين بيبيعوا، غير ان المنتج المصري اصلا موجود وبينافس وموجود بوفره وموجود بانواع مختلفه وبتطلع برضو نفس النتائج، يعني هو الميزه ان احنا بنلاقي ده وبنلاقي ده. طب انت معلش يعني طبعا مفيش ناس يعني المفرش ده مثلا ده ديكوباج الفيل دي ده ورق ملزوق، والالوان دي الوان قماش مخصوص، حضرتك شايفه ان مفيش ما تحسيش لا انها لا انا افتكرتها صوره لا ما هي بتفتكريها يعني مطبوعه لا هي دي ميزة الديكوباج بقى والتكنيكس الجديده اللي نزلت فيه اللي يمكن تتخيلي انها حاجه ملزوقه بتشوفيها كانها حاجه مطبوعه ومعموله في مصنع، كمان كانها حاجه معموله في مصنع، كل ده يدوي، كل ده شغل يدوي من اول المفرش وصناعته وقصه لحد الطباعه اللي عليه والالوان المدمجه عليه. حاجه تحفه بجد، بهنيكي طبعا على ذوقك واختيارك للالوان. طب قولي لي يا ايمان لو انا خدت المفرش ده وقعت عليه حاجه وغسلته يتغسل؟ بس هيتغسل يدوي هاند ووش، ما يتحطش في الغسالة زي اي حاجه يدوي لازم هاند ووش، ولا الوان بقى تسيح على بعض ولا بتاع؟ لا هاند ووش لان هو بيتاخد طبقه حمايه لازم طبعا، والالوان دي مخصوصه للقماش، معموله مخصوص للقماش. يعني ما تطلعش وما تبهتش؟ لا. ولو الصينيه دي حاجه اتدلقت عليها برضو ولا برضو بتاع؟ برضو بتاخد طبقات ورنيش كتيره جدا ان هي تبقى تديها الحمايه. يعني انت بتجيبي الصينيه دي جاهزه ولا بتقولي للمصنع اعمل لي صينيه بالمواصفات؟ ممكن كده وممكن كده، على حسب ما انا عايزه، لو انا حاجات عايزه مثلا انزل كولكشن جديد ليا بصمم انا، بنقي الحاجات معينه لتصميماتي، او لو انا مثلا دي حاجه اوريدي عايزه يعني جاهزه عنده بروح اقول له انا عايزه من ده ومن ده ومن ده، وبيبقى مجهز كولكشن كبير. طب ايه الطبق اللي جنبك ده يا ايمان؟ الطبق ده من انواع الديكوباج اسمه الديكوباج. طب ممكن ترفعيه كده شويه عشان العكسي ده تحفه. ده برضو منديل ملزوق. انت هتجننيني بحكايه المناديل دي، هروح بعد كده ما ارميش المناديل خالص. فعلا طب فعلا ده حقيقه، ده ارت يعني حاجه بيس اوف ارت، انت بتمسكي المنديل تبقي حاسه ان ده حاجه مهمه جدا حاجه في مهمه. يعني انا نظرتي للمناديل اختلفت بصراحه بعد ما اشتغلت. مش ديسبوزبل بقى خلاص احنا استعملناه مره؟ لا لا استعملناه بنرميه. لا مش قصدي يعني يعني مهم. اي مهم جدا طبعا عمايل فني. طبعا طبعا، وبنستخدم ورق الفضه وورق الذهب وكل ده. طب قولي لي يا ايمان انت بتعرضي الحاجات دي فين؟ انا بعرضها اونلاين على البيج بتاعتي انستغرام وفيسبوك ايمان كمال جاليري، وكمان في جاليريز كمان بتاخد مني طبعا. يعني هو عامه الجاليريز دلوقتي بقى بتشجع جدا الحاجات الهاند ميد وبتاخدها، يعني انا يعني حسن الماركت كمان بقى بيطلبها اكتر. اصل بيني وبينك انا لما الاقي اي حاجه هاند ميد بيبقى لها قيمه الحقيقه. بقى الجاليريز الكبيره هي اللي بقت بتاخد طبعًا الحاجات دي، يعني بقت مطلوبه جدا والناس كمان بتحبها قوي. طب ايه نصايحك؟ في ستات بيحبوا يغيروا اماكن العفش كل شويه. ده بيبقى عندهم مزاج يعني. يعني ايه ممكن النصايح اللي تقدميها بقى للستات دي؟ هي الفكره في الديكوباج ان احنا ممكن بقى مش بس نبدل الاماكن، لا احنا ممكن نجدد العفش بتاعنا. ممكن تغيري الصالون بتاعك او الليفنج بتاعك بنفسك، يعني ممكن يعني لو القماشه دي مثلا انا ارسم عليها او بيتعمل عليها ديكوباج وبيتعمل على الكوشنز كمان.
اي حاجه، قماش، ازاز، فازه قديمه عندك وعايزه تجدديها هتجدديها وهتبقى اشيك من الاول. وشرفتونا وخطوه عزيزه دي جميله جدا. دي تتحط على، قولي لي بقى بمناديل برضو يا ايمان. لا 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 خالص، ده خشب وحاجات فضه كده ستانسل بس حلوه جدا، وده بارز يعني قد ما هي بسيطه لكن حلوه. يعني لو اتعلقت مثلا في حفله، في عيد ميلاد، في بتاع، فالناس لو هي داخله تبقى مبهجه جدا، هتبقى حلوه يعني. في ناس بيعلقوها على الباب عندهم جنب الباب يعني عشان ترحب بالناس. ايمان انت شرفتينا وكانت خطوه عزيزه. ميرسي وبشكرك على المجهود اللي انت عاملاه ومعروضاتك الجميله، وانت جميله وبنتمنى ان كل الستات اللي في البيوت يتعلموا شويه حاجات. هيلخبطوا طبعا في الاول كتير، بس بعد كده ان شاء الله هيجوا لك وهياخدوا منك حاجات يغيروا شكل البيت. يعني لو حاجه من دي اتحطت على ترابيزه في وسط طقم مثلا هتغير الشكل، لو مفرش فده بيبقى التجديد اللي هو يعني بالراحه، مش تجديد تنسفي عفشك القديم، لا ممكن تجددي. ممكن وممكن بقى. ممكن. ميرسي يا ايمان، بشكرك جدا جدا وبتمنى لقائك دايما يا حبيبتي. ميرسي جدا، وبشكركم انتوا كمان. وفاصل ونرجع نشوف عندنا ايه.